بتعرف عن أبرز الاستفتاءات يلي غيرت التاريخ وبعضها غير حدود الدول حول العالم. الاستفتاء هو عملية اقتراع عام مباشر يدعى إليه الشعب ليعبر عن رأيه بتعديلات قانونية ودستورية أو سياسية أو اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى الاستفتاء لتقرير مصير الشعب. يعتقد أن أول عملية استفتاء شعبي صارت بسويسرا بالقرن السادس عشر، وبعدها انتشرت عملية الاستفتاء بالعالم مشان يعرفوا هالشعوب شو بدها، وعلى هالأساس تتخذ القرارات بالبلد. وبآخر 30 سنة صار عدة استفتاءات سمعنا فيها، مثل استفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف ببريكزيت سنة 2016، واللي صوت فيه أكثر من 51% من البريطانيين لصالح الخروج من الكتلة الأوروبية. ومن الاستفتاءات الثانية المهمة واللي عملت ضجة كبيرة استفتاء خروج إقليم كاتالونيا الغني يلي عاصمته برشلونة واستقلاله عن المملكة الإسبانية سنة 2017، ونتيجة الاستفتاء كانت ساحقة لصالح الانفصال. بس مع هيك ما مشي الحال بسبب فرض الحكومة المركزية بمدريد حكم على الإقليم باسم الدستور، وبسنة 2014 خسر الانفصاليين الاسكتلنديين الاستفتاء يلي دعوا فيه لاستقلال اسكتلندا لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة بنسبة 44.7%. وفي استفتاءات كتيرة بتاريخ أوروبا الحديث بمعظم البلدان لقضايا كتيرة، مثل الانفصال عن دولة أو انفصال عدة دول عن بعضها، مثل حالة جمهوريات يوغوسلافيا السابقة، وكتير بلدان كمان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بالإضافة لاستفتاءات مشان يشوفوا الشعب إذا موافق على الانضمام للاتحاد الأوروبي أو لا، مثل ببولندا، فنلندا، إستونيا، تشيك، كرواتيا وغيرهم كتير. طبعا الاستفتاءات ممكن تكون لتغيير قوانين بالبلد أو إصدار قوانين أو إلغائها، بالإضافة لاستفتاءات متعلقة بمواضيع اقتصادية، مثل باليونان سنة 2015 يلي صار فيها استفتاء شعبي تاريخي حول الموافقة على شروط خطة الإنقاذ المالي، ونسبة الرافضين للخطة كانت أكثر من 61% من الشعب، كون الخطة بتشمل التقشف وخفض الرواتب وزيادة الضرائب. وخارج أوروبا كمان صار كتير استفتاءات أدت لاستقلال دول، مثل استفتاء أريتريا اللي استقلت بعده عن إثيوبيا، استفتاء استقلال جمهورية جنوب السودان عن السودان، استفتاء استقلال تيمور الشرقية عن إندونيسيا، وطبعا في استفتاءات بقضايا تانية مهمة مثل إنهاء نظام الفصل العنصري أبارتايد بجنوب أفريقيا سنة 1992. حكولنا شو صار استفتاءات مهمة ببلدكم بآخر 30 سنة؟